وما ما غنهضرش عليه بعدا باش نكون باش ما تسولني علاش لا بابا يدير لي المشاكل مع البنزرتي ما تسولنيش على سكوما علاش غندير لك المشاكل لا انا نقول لك انا من هنا نقول لك شوف خلي سكوما يهضروا عليه الناس ديال الوداد خلي سكوما يهضروا عليه الناس ديال الوداد اما لا جيت نهضر على سكوما غادي ما البنزرتي ما يعجبوش الحال ما يعجبوش الحال يا اما خصو يدير نظاضر يا اما خصو يحيد السم باش نكون واضح انا وياك ما يمكنش اصاحبي وبحال هذاك اللاعب اصاحبي تحطو في وسط التيران هضرنا عليه دخلناك بلا ما تهضرنا عليه رجع لي الفيديو هذه يومين وي هذه يومين هضرنا على سكوما هضرنا على الدور اللي كان يقدر يقوم به سكوما كايزر شي في ظل داك التكتل الدفاعي واش كتشوف سكوما البارح كيفاش كيخرج الكره واش كتشوف الباس اللي عطى سكوما المترجي شافو بوحدو بوحدو اللي شافو راه تما واخا البارح وقت كبير ما خداش وقت كبير وحتى الدخول ديال المدن والدخول ديال السعيدي وسكوما هضرنا على هاد الثلاثيه هادي ملي دخلوا هادو تنفسوا شيئا ما المدافعين ديال الوداد ولا خط الدفاع ديال الوداد تنفسوا شيئا ما لان دخلوا واحد وحدي اللي سيطروا على وسط الميدان اكيد ان النقص العددي حتى هو ساهم ولكن ملي كيكون الفريق منقوص عدديا وفي الميدان ديالو وخاسر فكل لاعب كيوليو فيه جوج ما كيبانش داك النقص العددي البارح ما بانش داك النقص العددي اللي كان عند نهضه البركانيه وانما السيطره اللي ولات على وسط الميدان من بعد ما دخول هاد اللاعبين هذا ما كانش ان اللاعبين اللي كانوا قبل ما قدموش مباراه كبيره قدموا مباراه من الطراز الرفيع قدموا مباراه مثاليه برافو عليهم وجهوا رساله ماشي مشفره واضحه المعالم الفوز ديال البنزرتي باللي راه حنا واجدين حنا راه كنلعبوا فريق كبير وقادرين اننا نعطيو للفريق ديالنا وهضرنا عليها هنا قلنا باللي اي لاعب لعب وهاد اللاعبين عندهم قيمه وعندهم واحد مستوى كبير راه الوقت اللي غتوقف عليهم الوداد راه غتلقاهم راه نهار وقفت عليهم الوداد راه لقاتهم دابا ما كاينش عذر عند البنزرتي باش اللاعبين لا يتم اشراكهم في مباريات ديال البطوله في ظل الترسانه ديال المباريات اللي جايينك اون بليس دو سا غادي يريح اللاعبين اللي اساسيين بالنسبه ليه هو رغم ان البارح راه بانوا لاعبين باللي راه يمكن الاعتماد عليهم وانك تقدر تعوز عليهم. البنزرتي كيعتبر الفريق اللي خاض الماتش ديال البارح باللي هو فريق ثاني واش بان لك انت فريق ثاني؟ انا كنقولها لك دابا لا كان غير هادشي علاش قلت لك يا اما خصو يدير نظاظر يا اما عنده شي مشكل ما باش تقول لي هاد اللاعبين هادو اللي لعبوا البارح بهذا المستوى هذا وفي ظل ما نقولش على عدم الجاهزيه ديالهم 100% على مستوى نقص تنافسيه عندهم والاداء اللي قدموا البارح اصاحبي والاداء اللي قدموا البارح راه يشفع عليهم يلعبوا معك يكونوا تا هما اساسيين وعمرهم لعبوا في مجموعه واحده عمرهم لعبوا مع بعضياتهم بعدا كاين اصلا غير كيدربوا مع بعضياتهم وما عمرنا شفناهم كاينين بزاف اللعابه اللي ما شفناهمش في مباريات كثيره ولكن هادشي غير ما لعبش كومارا كومارا بابا توندي ما كانوش شكون اللي ما كانش عاوتاني راه ماشي ثلاثه ولا اربعه اللي ما كانوش هادشي غير هادو ما كانوش حتى هما عندك لاعبين عندك فريق اخر تقدر تعتمد عليه وتريح اللاعبين كرك ما وصلتيش لهادشي هذاك راه المباراه ديال النهائي ربحتها بالكرافطه كنقول لك انا ب 3-0 تربحها هنايا 3-0 يعني الجمهور ديال الوداد البارح بان باللي عنده الحق بان باللي راه مدرب وي بين البنزرتي شوف البنزرتي باللي هاد اللاعبين خصهم يلعبوا لا شوف ماشي ضروري هو سوا جمهور الوداد او ماشي جمهور الوداد حتى الجماهير الاخرى حنا هنايا كنقولوا اصاحبي خصك تلعب هذوك اللاعبين ولكن راه كل مدرب والفلسفه ديالو كاينين مدربين اللي كيديروا التدوير ديال اللاعبين وكاينين المدربين اللي عنده 16 لعاب ديالو هذيك ما تهضرش معاه عليها 16 لعاب كيعتمد عليها 100% الا كان شي غيابات ولا شي حاجه كينادي على شي وحدين اخرين اللي كيكونوا كيترينيو معاه هذه فلسفه ديال بعض المدربين ولكن هذه الفلسفه هذه اللي كتكون عند هاد المدربين شيئا ما كتكون عند المدربين اللي بدا ما نقولش قدام نقول اللي عندهم تجربه وعندهم واحد المسار كان مسار طويل لان شحال هذه ما كانوش بحال دابا المباريات كيتلعبوا بزاف كان الوقت حتى الوقت ريكيبيري داك الشيء كتعتمد على اما دابا حاليا وخصوصا ملي كتلعب في فريق كبير بحال الوداد ولا بحال الرجاء فانت عندك كل 3 ايام كل 4 ايام مباراه وعندك سفريات كثار وعندك استحقاقات كثار دونك مطالب بالاداء مطالب بالنتيجه مطالب بالالقاب كل موسم راه كل مباراه مطالب بالانتصار
صحيح. راه كل مباراه مطالب بانتصار، واش غتقول لي انت الراجا ولا الوداد يمشيو يلعبوا عند الاهلي في مصر ولا الترجي في مصر؟ كاين شي واحد في الجماهير ديال الراجا والوداد ولا الجيش، المهم الفرق الرائده على المستوى الافريقي، كاين شي واحد تيقول لك ما كرهناش نخسروا غير بواحد ونجيو؟ ملي كتهضر ماشي يقول لك تيكون كنمشيو نربحو نتوما.